أهلا بكم. النهاردة واحدة من أهم حلقتنا في الثقافة الطبية، لأنها متعلقة بجراحات طب الأطفال أو جراحات الأطفال الذكور اللي عندهم مشاكل كثيرة ومتنوعة. أنا بقول إنه لازم الأسرة تبقى فاهمة اللي هيتقال النهاردة، خصوصا إن النهاردة واحد من قمم جراحات الأطفال ضيفي، وخصوصا إن التشخيص المبكر والفهم المبكر والمناسب عند المحترفين هيحل هذه المشاكل بنسبة عظيمة جدا، قد تصل إلى 100%. وإنه العكس بقى، إنه التأخر في التشخيص، إنه التواكل، إنه تدخل غير المتخصصين في العيلة دايما في أماكن معينة في مصر، بيطلع حد فاكر إنه فاهم، أبو العريف هو في نفسه، يقول رأي يودي الطفل ده في داهية، يخلي الأسرة دي تعاني معاناة كبيرة، بدل ما الحل كان هيبقى ميسر وسهل ينقلب الحل من ميسر وسهل عند المحترفين إلى مشكلة ممكن يبقى ليها حل لكن كان الموضوع مختلف تماما. النهاردة زي ما قلت لكم الثقافة في المنطقة دي مهمة جدا جدا. النهاردة لينا أكيد السعادة الكاملة أن يكون واحد من قمم هذا العلم، أكاديمي من طراز رفيع واسم كبير في هذا المجال، والحقيقة ببقى سعيد جدا بالحوار معه، لأنه حوار بيتضمن معلومات دقيقة وأكيد مع قيمة علمية كبيرة، فأكيد الحوار نفسه بيبقى ممتع ومثير جدا للشغف العلمي في هذه المنطقة اللي تحتاج إلى التثقيف والتثقيف الكبير. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير أستاذ الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحات الأطفال وحديث الولادة بكلية الطب، وعضو الجمعية المصرية لجراحات الأطفال، عضو الجمعية المصرية لجراحات المناظير، وعضو جمعية الجراحين المصرية، استشاري جراحات الأطفال وحديث الولادة، الاسم الكبير والقيمة العلمية الكبيرة. شرف كبير لنا. ربنا يخليك يا كريم، شاكرين كده على المقدمة الجميلة. أشكرك شكرا جزيلا. الحقيقة احنا عندنا النهاردة حلقات ويعني ملفات كثيرة جدا. مشاكل أعضاء التناسلية في الأطفال كثيرة. لماذا، معلش يعني سؤال الأول كلاسيكي قوي، لماذا، هل هي زادت ولا احنا اللي بقينا شاطرين وبنكتشفها؟ لا احنا بقينا شاطرين وبنكتشف يعني ما برضو طبعا ان في زياده في الانسيدنس في معدل حدوث الكونجينيتال انوماليز عامه، التشوهات الخلقيه زادت بنسبه كبيره. ما كناش بنكتشف، الناس كانت بتتكسف، الناس كانت بتحاول تقول ان ده عيب، اللي عنده مشكله من هذا النوع بالذات فكان يبقى مداري عليها جدا ومحرج يروح لدكتور. النوع ده شويه بقى اوبن مايندد شويه، الناس بدات تفهم الموضوع ده، وان هو الناس لا هي مش حتى لو انت خبيتها النهارده طب ما هتظهر بكره، وبعدين هتاثر على ده 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 مستقبل اسره او مستقبل عيله بالكامل. زائد فعلا احنا الماس سكريننج، احنا بنعمل قوافل وبنطلع نشوف وبنطلع زيارات في محافظات كتيره وبنطلع نتكلم، يا جماعه عندنا حاجه اسمها جراحات ذكوره في الاطفال. ناس كانت بتقول لك يعني ايه جراحات ذكوره في الاطفال؟ لا، جراحات الذكوره بتشمل حاجات كتيره جدا ومهم جدا، مش عيب، ومش الام لا تحرج من ابنها ولا تتكسف حتى لو بقى كبير شوية 5 سنين و7 سنين انها تشوف طفلها، او الاب يفحص طفله لو لقى حاجة غريبة شوية ممكن لازم يروح لدكتور جراح اطفال يلقي نظرة، ومش هنخسر حاجة خالص لو طلع الولد نورمال. يعني مش لازم يكون الولد فيه كارثة عشان اروح لدكتور جراحة الاطفال. يعني انا شكيت في حاجه معينه او حاجه مش شكلها كده، مش عاجبني، مش حاجه، لا انا ما كنتش كده، اخو الصغير اخوه الاكبر منه ما كانش كده، يبقى نروح لدكتور الاطفال او دكتور جراحه الاطفال، لان دي هتوفر علينا زي ما قلت لحضرتك كوارث. وهنا نقطه ابو العريف، كارثه في موضوع جراحات الأطفال عامة، مش جراحة الذكورة بس، لا ده جراحة الأطفال. وهضرب لحضرتك مثلا في نقطة أبو العريف دي بالأرقام بس خارج السياق خالص. كان لسه النهاردة ولد
عنده مشكلة، عنده بيوجي اللي هي انسداد في حوض الكلى، حاجة كونجينيتال انوملز، هو مولود كده. النهاردة هو عنده 12 سنة ما اكتشفوهاش، عملنا رينال ايزوتوب سكانينج، مسح ذري على المسالك البولية، طلعت النسبة كام؟ 33%. يا جماعة نشتغل العملية بأسرع وقت ممكن تو بريزيرف الرينال فانكشن، عشان خلاص بقى هتحافظ على الجزء المتبقي من الكلى. احنا عندنا 25% و20% هتلاقي فيه كونتروفيرسي كتير جدا. الدكتور أيمن رشوان يقول لك شيل الكلى، يجي الدكتور أحمد شام يقول لك طب ما نعمل محاولة، بس ممكن بعد المحاولة دي نعمل عملية، وبعد العمليه دي ما تنفعش ونخش نشيل تاني طالما وصلنا البوردر لاين اللي هو مش هنتفق اي او لا. فالراجل اختفى لمده 6 شهور وظهر تاني. الاب ايه؟ اصل دكتور قريبنا في البلد قال لك اصبر شويه ممكن تتحسن. يا خرب اسود. بعد 6 شهور تقول روح اعمل مسح ذري تاني. طب هو بقى جاي يعمل العمليه اللي انا ما اتحسنتش او الواد بيشتكي؟ قلت له لا اعمل مسح ذري تاني لانها 26%. قلت له بقى بص انا دلوقتي كنت بقول لك هعمل لك العمليه ونسبه نجاح كذا، انا بقول لك دلوقتي هعمل لك العمليه ومتوقع ان انا بعد شهرين هتجي لي اشيل لك الكلى. شيل كلى ما عنديش، هنعمل نفريكتومي بنسبه كبيره جدا. طب ابو العريف وصل له ان هو يشيل الكيلة بتاعت، يعني بقى مش عملية ونسبة نجاح هتشتغل بنسبة كام في المية وهديها تسند مع التاني، لا احنا هنشيل الكيلة عشان ايه؟ ابو العريف. ابو العريف للأسف كمان لابس بلطو ابيض، ما هو مش بتخصصه. مش تخصصه، طالما مش تخصصه انضم لابو العريف. بالظبط. عندي ملفات كتيرة، عندي صناديق كتيرة. اول هذه الملفات ملف الاحليل السفلي، 3 أسئلة. ما هو اسبابه؟ علاجاته. طب ايه هو الاحليل السفلي؟ هو دايما عشان نقول احليل يعني فتحه، سفلي يعني تحتيه، حاجه من تحت، فتحه من تحت. النورمال بوزيشن، المكان الطبيعي لفتحه التبول في الاعضاء التناسليه في العضو الذكري للولد بتكون من قدام. دايما بنشرحها يا جماعه، عندك الم، مكان سن الألم ده هو ده المكان الطبيعي بتاع فتحة البول. حضرتك زي ما احنا شايفين كده، ده الألم معوج شوية، السن الأسود ده المكان النورمال اوبننج او يوريسرال اوبننج، ده مكان الطبيعي بتاع فتحة البول. ده يمثل ما يسمى بالقضيب. الولد تيجي بقى تقول لك الأم أصله مطهر ملايكة. مشهورة جدا يقول لك الولد نازل مطهر، الملايكة مطهراه. يعني حاجة برضو من ضمن الخزعبلات اللي احنا حضرتك بنقول مفيش حاجة اسمها كده. النقطة التانية، في ناس كتيرة جدا بيقول لك لا اصل هو عنده فتحتين، فتحة اللي هي الطبيعية وفتحة تحت، بس هو بيجيب من اللي تحت. وانس ان الام قالت لي هو مطهر ملايكة او لا، مفيش حاجة اسمها طهارة ملايكة، ده هو حاجة اسمها احليل سفلي. وفتحة البول بيقول لك وهو بيعمل حمام، الحمام بيغرق بيجي على ركبه، يعني اتجاه الحمام، اتجاه اليورين، اتجاه البول بيبقى مندفع لقدام. لا هو هنا الفتحه الاماميه دي مش موجوده، اوريدي مسدوده خلقيا مش موجوده، وبيعمل الحمام من ايه؟ من تحت. تحت دي بقى فين؟ حضرتك بتختلف درجاتها على حسب نوع الاحليل اللي موجود او الفتحه موجوده فين. يعني مكان الفتحه الطبيعي، طب 2 3 مللي ده درجه، طب سنتي ده درجه، طب في نص العضو ده درجه، طب تحت شويه عند بدايه العضو جدر العضو دي درجه، ده تحت خالص عند الخصيتين كده قريبه نص سنتي من فتحه الشرج دي درجه. طب هو العضو منحني ولا مفرود دي درجه. طب العضو في الخصيتين مقسومين اللي هو كيس الصفن مقسوم نص يمين ونص شمال والخصيتين معلقتين ولا لا، دي نوع او درجه. بتوصل للنهايه احنا بنسميها امبيجوس جينيتاليا، وبنخش ساعات في الديفرنشال دياجنوسيس ان هو تبقى للاسف مش ايه، مش واضحه المعالم، لدرجه ان كتير من اطباء النساء، كتير من اطباء الاطفال اللي بيستقبلوا الطفل في غرفه عمليات بعد في الولاده سواء كان طبيعي او قيصري،
سواء كان نيرس بتستقبل البيبي تقول لك مبروك جالكم مكه. اوبا، يعني في الف مبروك، وتروح تكتب الشهاده مكه. انت حكيت لي حضرتك ان في قصه كده، وتيجي بعد كام شهر، تيجي بعد سنه او لا، الف مبروك ما بقاش مكه، بقى اي حاجه ثانيه، مالك، مالك بقى احمد. طيب العلاج الجراح توقيت ملوش حل غير الجراح. طبعا مش هحط كريم يعني. يعني ايه نحط كريم؟ برافو عليك حضرتك، دي بقى حاجه جميله جدا. طفل عنده سنه ولسه ما عملش العمليه، طب الطفل عنده سنتين ولسه ما عملش العمليه ليه؟ يقول لك اصل حجم العضو كان صغير والدكتور قال سيبه لما يكبر. طب بتوصل ان احنا هو اساسا سبحان الله الطفل او الولد اللي عنده التشوه ده بيبقى حجم العضو غالبا، وخاصه في اللي هو لو سكند ديجري او سيرد الدرجه الثانيه او الثالثه او اللي هو معاه كوردي، تلاقي حضرتك العضو اساسا منحني كده، منحناء مشبوك لتحت، لازق في السكروتوم في كيس الصفن تحت، بيبقى حجم العضو اساسا بتاعه صغير. فانت لو انت قعدت بالمنظر ده مستني لما العضو يكبر، مش هيكبر، انت هو حاجه مش نورمال، فمش هيكبر ويوصل للحجم النورمال. فاحنا هنا بنكبر، نكبر عن طريق الكريم. في كريمات بتستخدم لتكبير العضو الذكري وخاصه في الاطفال، عشان ما يجيش حد كبير يقول للصبح يتصل يقول لك انا عايز المرهم اللي بيكبر العضو التناسلي. لا، احنا بنشتغل على الاطفال من سن الدقيقه بعد الولاده وما قبل الولاده كمان لغايه 16 او 17 سنه. لو طفل عنده احليل سفلي وعنده كذا 16 17 سنه، او كان عنده 20 سنه واتعملت وهو صغير وفشلت ولسه ما اتعملش، برضه بنعملها كجراحي اطفال. بنستخدم كريم موضعي لتكبير العضو الذكري ونشتغل على 6 شهور. نبدا عمليات الاحليل السفلي اللي هي فتحه البول مش في مكانها الطبيعي اللي هو بالطاهر ملائكي ده، دي كل تسميات، دي كلها تسميات شعبية بالظبط، بنعمله على 6 شهور. وجدوا ان التئام الجروح بالنسبه لليوريسترا المجرى البول في سن 6 شهور لثمان شهور لماكسيمم سنه، ده انسب سن لاجراء العمليه. يعني ما تتعملش عند بعد سنه ونص، لما يجي لي طفل عنده سنه ونص اقول له هتتعمل طبعا، وده السؤال اللي بيسال، طب انا ابن عنده 3 سنين يعني مش هعمل عمليه؟ لا، هتتعمل. بقول انسب، انسب حضرتك بتختار انسب وقت تتعمل فيه العمليه عشان تاخد انسب واحسن نتيجه جراحه. في عمليات كتيره جدا حضرتك عارف بنيجي الدكتور هعمل مراره، انا هعمل لك المراره وهتمشي بعدها ب3 4 ساعات مش محتاج اشوفه تاني، لان مفيش هنا حاجه بتعتمد على الاخر في رعايه العمليه. عملت المراره حاجه داخليه وقفلت كويس وانت جراح شاطر وعملتها بالمنظار، سلام عليكم خلاص انا مش محتاج اشوف الطفل تاني. انما حضرتك انا هعمل عمليه والبوست اوبر تفكير رعايه ما بعد العمليه اللي هيتوقف على الام هيتوقف على نتيجه العمليه. يبقى هنا رعايه العمليه والقسطره ما بعد العمليه هي بتحدد نسبه نجاح العمليه، مش جراح فقط. انا دايما بقول الجراح عليه 50%. حضرتك بتروح لجراح اطفال، حد كويس، حد معروف ان هو شغال في الموضوع ده، سواء كان بنايل سيرجر اللي هو جراحات العضو الذكري، شغال كويس، خلاص رحت مكان كويس، دكتور تخدير كويس، تعقيمك كويس، انت عملت اللي عليك. حضرتك بقى انت بتاخد البيبي، ما انت مش هتقعد بالطفل 15 يوم في المستشفى، لان القسطره بتقعد من 10 ل 8 ل 12 يوم على حسب درجه الاحليل السفلي. فالطفل مش هيقعد 12 يوم في المستشفى، هيروح بجزء، هيروح تاني يوم وقت. بيروح في نفس اليوم بيروح. فال 12 يوم الولد بيلعب، حضرتك لما يبقى عنده 6 شهور مش هيلعب ومش هيتحرك، الولد نايم على السرير او في حضن مامته. طب الولد عنده سنة سنة ونص، الولد بدأ يزحف، الولد بيقف وبيمشي بيحبي، وقع اتخبط، له أخ شد القسطرة، الأم من النوع الطيبة بلاش هنقول كلام تاني، سايبة الولد بيلعب، هو هي حاطة في دماغها إن هو خلاص عمل العملية، يعني خلاص بقى هو عمل عملية، لا ما عملش العملية، العملية تنتهي بانتهاء بعد 15 و20 يوم من يعني الفترة ال 15 يوم دي مسؤولية. هنعتبرها إن هو داخل غرفة العمليات، يطلع منها العملية سليمة وناجحة، يطلع منها العملية فيها مشكلة.
رعايه الاثار، تقول لك اصل الاثار تشد، اصل الولد شد الاثار، اصل اخوه كان ميبا بقى 3 4 سنين كان اخوه بيشوط له الكوره فخبط الكوره في الاسطره. في الاسطره هو الولد نفسه ممكن يشد الاسطره لو هو مش شقي يعني. ده بيشوفها حضرتك تقريبا بشكل اسبوعي. الولد الخرطوم بتاع الاسطره او الكيس التجميع اللي بيبقى في الاسطره شبك في صبعين بتاع القدم بتاعه الطفل وعمال يمرجح فيه وراح شادد الاسطره، برغم انها ممكن تبقى مثبتينها بغرزه بخيط متثبته في العضو ومع ذلك ممكن يشدها ويشرم الجرح نفسه. فالحليل السفلي يا جماعه نبدا على 6 شهور، حتى لو كان حجم العضو صغير بندي كريمات لتكبير العضو الذكري ومتوفره ما فيش فيها مشكله، حتى الحاجات المستورده دلوقتي للاسف مش موجوده وتمنها غاليه، توصلنا ان احنا بنعملها تركيبه استاذ عقاقير او استاذ تركيبات في كليه صيدله تستستيرون بيعملوا بالظبط 2% وبتعمل من زمان بس للاطفال، لكن للكبار مش هيبقوا مثل المستقبلات خلاص مش هتتاثر بيه بالظبط. فنتائج العملية كويسة جدا جدا، سواء اتعملت مرحلة واحدة أو مرحلتين على حسب درجة الحليل وعلى حسب حجم العضو، نتائج العملية تتوقف على رعاية الأسطرة ما بعد العملية. إيه خطورة إنه العائلات أو الأسر أو الآباء يسلموا أولادهم لناس مش متخصصين في جراحة الأطفال؟ يعني اللي هم الناس اللي إحنا بنسمع عنه عم فلان والحاج فلان وراجل البركة، إيه الخطورة؟ ولا حاجة يا باشا. الخطوره ايه؟ ولا حاجه، يبقى الواد من غير عضو بس حاجه بسيطه جدا، ويجي لك العيان بعد 48 ساعه ما هو بقى طاهر وحطيت له ايه؟ رباط شاشه، فيجي لك مثلا العيان يقول لك رحت اشيل البتاع الشاشه الرباط طلع بالعضو، تيجي هنا كارثه. انا كجراح اطفال بغني ظلموه، انت قعدتني جوه حاجة قعدت فيها من سنين، دخلتني أوضة العمليات، دخلتني الاستقبال، ودخلت إن يعني هتخلي الاستقبال دلوقتي، هتقول الخصية ده أنا هنقعد في الاستقبال. في الاستقبال. خصية معلقة جات لك في الاستقبال بتتصل بجراح الأطفال انزل بسرعة، أي تورم مفاجئ مؤلم في الخصية يعتبر التواء خصية؟ التواء يتطلب التدخل الجراحي في التو والحال حتى يثبت عكسه. حتى يثبت عكسه، هيثبت عكسه بعد الفتح. بعد الفتح الامتياز والاستقبال والجونيورز في كل التخصصات لازم يفهموا، لانه جراحه الاطفال في الاستقبال نقدر نقول هي واحده من النجوم، واحده من اللي قال المهم اللي شاطر في جراحه الاطفال في الاستقبال بيبقى محترم جدا في وسط زمايله. في كل فروع الحياة العمل الجمالي له قيمة كبيرة جدا، كل الفروع، في القانون، في الإلكترونيات، في التجارة، في الصناعة، في الكورة، في الرياضة، في الطب،